السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. بمناسبة هذا العيد المبارك نقول لكم كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله الصيام نتاعكم يكون مقبول والذنب يكون مغفور وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. العقوبة العام الجاي إن شاء الله نكون في ظروف أحسن من هذه. ونختم هذا الفيديو بهذا الدعاء: اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم عمر لساني بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقولكم مع السلامة ودمتم في رعاية الله وحفظه.